إذا حلوة التشارك كما يحلو للعاصميين بتسميتها، كذلك لها تاريخ ولها يعني العديد من الروايات التاريخية والروايات الشعبية. من الحلويات المعروفة عند الجزائريين وهي يعني نوع من الحلويات التقليدية القديمة واللي ما زالت إلى يومنا هذا، وهو حلوى تشارك العريان. فإذا رجعنا إلى هذه الحلوى، فيقال أنها ظهرت أول مرة هنا في الجزائر العاصمة في القصبة بالتحديد. فخلال العهد التركي والعثماني وحتى قبله، يعني كان أهل القصبة يعني خلال أو عند قدوم عيد الفطر المبارك كانوا يصبغون بيوتهم باللون الأبيض. وهنا يعني رأوا أنه حتى الحلوى في حد ذاتها كان لابد من صباغتها باللون الأبيض، لأنهم كانوا يرون في هذا اللون يعني عدة أمور، بينها السلام وبينها الراحة النفسية. هذا النوع من الحلويات يعني في الوسط الجزائري يعني لا تخلو من الموائد الجزائريين، خاصة أيام العيد أو عيد الفطر المبارك، بحيث أن العوائل الجزائرية يقوم بتجهيز هذا النوع من الحلويات لتزيين بها موائد العيد. طريقة يعني أو الرواية التاريخية التي تتحدث عن طريقة هذه الحلوى أو حلوى التشارك، فيقال أن مصطلح تشارك لديه احتمالين اثنين. فإما تشارك وهو من كلمة تشريق أو من كلمة شرق بمعنى ظهر ولاح وبان في اللغة العربية، بمعنى شرق الهلال أو ظهر الهلال. يعني مصطلح التشريق أو تشريك في اللغة العثمانية القديمة يعني الهلال. فيصطلح كما قلنا أن هذا المصطلح أو هذه الحلوى إما التشريق بمعنى ظهور هلال رمضان، أو التشريك باللغة العثمانية القديمة بمعنى الهلال. تعرفوا مع بعض وصفة تشارك العريان. نروح في الأول إلى طريقة تجهيز العجين، وهو بوضع يعني 3 كيلات من الطحين أو الفارينة، القليل من أو قرصة من الملح، تقريبا 5 ملاعق كبيرة من السكر، وحبة بيض، بالإضافة إلى الدهون واللي هي إما نضيف الزبدة أو السمن، بحيث أنه تكون كيلة من السمن، ونقوم بعجن هذا الخليط بواسطة ماء الزهر الممزوج مع الماء، ونخلو العجين يرتاح. يعني فإن طريقة يعني صناعة هذه الحلوى لا تشبه كثيرا أو لا تختلف كثيرا عن ماذا عن هلال العيد. فلهذا نجد أن العاصميين وأهل الجزائر العاصمة يصنعون هذه الحلوى عند قدوم العيد، يعني تيمنا وتبركا بهلال عيد الفطر المبارك. بالنسبة للحشو، نقوم بإحضار كمية من اللوز بحيث تكون 3 كيلات من اللوز، بالإضافة إلى كيلة من السكر العادي والقليل من المبشور الليمون أو عطر الفانيليا، ونقوم بعجن المكونات بواسطة ماء الزهر، ونقوم بفتح العجين على شكل أو على الطاولة بشكل مثلثات، ووضع الحشو في وسط العجين، ونقوم بلف العجين هذا حتى يأخذ الشكل الهلالي، ونقوم بدهن سطح التشارك بواسطة صفار البيض، ووضع شرائح اللوز. رح
نشوف أن هناك حلوى قريبة من هذه الحلوى، بالرغم يعني من أنها تختلف نوعا ما في مكوناتها، ولكن في شكلها هي مكملة لحلوة التشاريك، وهي كما قلنا حلوة الغريبة. وهذه الحلوى التي تشبه في تركيبتها وفي تشكيلها وفي تكوينها تشبه القمر، والذي يأتي عادة في منتصف رمضان. فيقال أن يعني أهل الجزائر كانوا في منتصف رمضان يصنعون الغريبة على شكل قمر رمضان. ولماذا سميت الغريبة يعني بهذا الاسم؟ لأنها كانت تقدم إلى الغريب أو عبر السبيل الذي يكون في طريقه إلى البقاع المقدسة وإلى الحج، وكانت يعني الجزائر ممرا ومنطلقا لرحلة الحج خلال العصور المختلفة التاريخية. قلنا بعد ذلك راح يأتي لنا التشارك الذي تحدثنا عنه بعدة أنواع، يعني كما سماه الجزائريين التشارك العريان والتشارك بمختلف أنواعه.